عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات إدبارة رمضان. اليوم كيف العادة باش نبارتاجي معكم إدبارة كاملة. أول حاجة بديت بها بديت باش نعمل شوية سلطة مشوية. فاتلي سلطة مشوية دونك باش نعمل جوست متاع نهار ولا نهارين مش أكثر. خديت كعبتين طماطم والقرون الفلفل هذوما اللي قاعدين نشوف فيهم حارين، وكيف كيف خديت تقريبا نفس الكمية متاعهم حلوين. حبيت نخلط ما حبيتش تكون تجيني حارة برشا. والقرن معناها ولا الطماطم اللي تتشوي نحطها في الكسرونه هذيك، بختها هكاك باش يرجع عليها لوبيخ نتاعها خير مني نحطوها في ساشي بلاستيك. هكا قاعده نشوي فيهم على الشوايه بطبيعه، كما نجمو نعملوها على الكانون، نعملوها في الغاز، نعملوها في الفور، كل واحد وشنو الطريقه نتاعو. هكا اللي يتشوي نحطو، اللي في البابي اليمنيوم قاعدين نشوفو في هذيك ثوم وبصل حطيته في بابي كويسون وزدت لفيته في بابي اليمنيوم. تعديت باش نطيب الطاختوخه نتاع الطاجين. خديت كزرونه حطيت فيها شويه زيت، راس بصل مفروم جيد على الاخر، وخديت تريفات كبده. اليوم الطاجين باش نعملو بالكبده، باش نعمل طاجين كبده. شويه كبده مش كميه كبيره، راهي 150 غرام يمكن 200 غرام اكثر حاجه. نفختها في شويه خل باش تتخلص من الدم الزايد نتاعها. في نفس الوقت قاعده نقص في كعبه بطاطا باش نحطها تتقلي. حطيت الكبده تتقلب بالباهي مع البصل والزيت، ومن بعد ما تقليت بالباهي باش نفوحها. حطيت نص مغرفه صغيره ملح، خاطر الجبن اللي عندي ما هوش مالح، كان جبن مالح هكا نقراو حسب جبن. حطيت مغرفه صغيره كركم ونص مغرفه صغيره تابل ورشه فلفل اكحل. هكا تقليو هكا نص دقيقه مع بعضهم على الفحات، وصبيت ماء صبيش برشا ميل كبده في سما تيب، وزيت قليتها بالباهي وغطيتها وخليتها تيب على روحها. رجعت للسلطة بعد ما بردت باش نرحيها، نحيت الثوم والبصل خاطر بطبيعتي حطيتهم مقشرين ومقصوصين حاضرين. بالنسبه للسلطه مشويه انا راني الفلفل ما نقشروش، نقشر كان الطماطم. علاش الفلفل ما نقشروش؟ اول حاجه القشره معناها تعزز نكهة الفلفل، وزيد القشرة هذيك فيها مطعم الشويين، وهكا السلطة تجينا بنينة. جربوها وتفكروني. هكا بعد كي نرحيو كي نلقاو معناها قشرة كبيرة نحيوها، أما القشرة الصغيرة اللي تترحى نخليوها. هنا قاعد نحل في الفلفل نتفقد فيه من داخل، نلقاش فيه حاجة، نلقاش فيه دود ولا حاجة، سقطو في الحلو في ساعة ما يدود نتفقد. الجرينات الحارين نحيت منهم الزريعة باش ما تجينيش حارة برشا، كما تعرفوا رمضان الحار برشا ما يساعدش. شوفوا كمية الماء اللي سايبتها الخضرة، كما قاعدين تشوفوا قاعدة نقشر في الخضرة ونحط في نفس الوقت نحط فيها تتسقطر سلطة مشوية. كيف كيف قد ما نسقطروها قد ما تجي بنينة، كان قبل الرحيين وإلا بعد الرحيين. يعني هيك كما قاعدين تشوفوا خليتها تسقطر شوية، ومن بعدها زيت ريحتها في ميسي كويزين نيفو 4. كان عندكم ميسي كويزين هكيك تجيكم تقوش عليكم عاملينها في المهريس، ولا قعدت اللوز على كلمة مهريس. وخليتها تتسقطر. تعديت باش نعمل الطاجين، التختوخ احضر، حطيت كعبة البطاطا، قسيت شوية معدنوس، خليت كعبتين اعظم مصمتهم وقسيتهم عشان شوية انا الحق نحب يكون معناها العظم واضح في الطاجين. نجمو نربيوهم كان نحبو. حطيت شوية جبن مرحي، وكيف كيف حطيت نوع اخر متاع جبن هذية، نجمو نحطو جبن اللي نحبو عليه وجبن اللي متوفر عنا، ونجمو نكتفيو كان بنوع واحد. هكا هو لهنا باش نحط التختوخ اللي حضرته معاكم، خليته نشح بالقدام الماء، ما نحبوش يكون طاجين يجي تري ويجي مايس. خلط مكونات الكل، ولهنا ما قعد لي كان باش نزيد 3 كعبات عظم. الفورمه نتاعي صغرونه تكفي 3 كعبات. هكا الخليط القوام نتاعو يكون هكاكا. كاو لهنا ما قعد لي كان باش نحط الخليط في المول. سخنت الطاجين، سخنت الفور على 180 درجة من فوق ملوطة وحطيته يطيب. تعديت باش نعمل سلطة خضراء. عملت سلطة هذية فيها قطانية وطماطم وبصل وأفوكا وجبن. سلطة هذية تعجبني أنا، بسختو تمشي مع الكروفيت بالبيه، خاطر أنا باش نزيد نعمل كروفيت. بتبيع نجمو نعمل سلطة نحب عليهم، ما شاء الله عملنا برشا انواع متاع سلطة رمضان سنة. اما كي مش تعملو كروفيت كيفي انا،
عامل السلطه هذيا تشوفوا تجيكم ياسر بنينه كما قلت لكم، بالاخص تمشي برشا 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 مع الكروبيت، والا كان عندك كعبات كروبيت نجم تسوتيها وتحطهم مع السلطه. بعد ما قصيت هذيك ما قلت هذيا الطاجين سي حذر خليته يبرد، بعد ما قصيت الافوكا والبصل والجبن والمايس المغسوله بالطبيعه، فوحت الفيح نتاع السلطه هذيا جبن موزاريلا قصيته. حطيت قارص، تحب كيف كيف برشا قارص السلطه هذيا، قارص وشويه الزيتونه ورشه فلفل اكحل ورشه ملح، هذا بالنسبه للفيح نتاعها. زدتها شويه معدنوس كيف كيف يمشي معها برشا المعدنوس. هيا خلطتها هي قاعده كاين على التفويح كما قلت لكم، 10 قارص وشويه ملح وشويه الزيتونه ورشه فلفل اكحل، واللي تكون السلطه نتاعنا حاضره. السلطه شويه هكا تسقطرت، الحق ماعش عندي برشا وقت نخليها اكثر وقت تسقطر، ساعات نخليها حتى ليله كامله تتسقطر. كما قلت لكم قبيله السلطه شويه قد ما ندخلش ماك الماء في الخضره قد ما تجي ابن فوحتها. انا السلطه شويه نفوح ملح وتابل وفلفل اكحل، نجمو بتاع نستغنيو عليه تعرفوني انا نحب الفلفل الاكحل وندخله في كل شيء. وبالطبيعه نقول السلطه شويه ونقول الزيتونه. خلط السلطة هذه الدويدة المفورة اللي عملتها معكم البارح، فضلت لي صحن بالطبيعة ما نطيشوش باش نسخنو وباش نحطو في شقان فطر. هذه الطاجين برد شوية ما قعد لي كان باش نهبطو، جي بنين خفيف وفاوح بالباهي. شفتوني ما طيبت الشربة خاطر مازلت عندي شربة اللي طيبتها وقت البارح كهو تو اخر رمضان، ما عادش ناكلو برشا شوربه، دونك انا بدي بدلت صحافي وليت نحط في صحافي صغيره، دونك وليت الشوربه تشدني حتى 3 ايام. هذايا الطاجين بعد ما قاسيته من داخل وهذه السلطه الخضراء حاطيتها في صحن التقديم وزدها كعبه زيتون. وكيف كيف اسلطة مشوية حاطيتها في صحن وكعبة زيتون وغرقة في زيت زيتونة. اخر وقت عملت الكروفيت، عندي كعبة كروفيت باش نسوتيهم بعد ما نظفتهم، حطيت المقلة سنتين ثوم قسيتهم جيدين، حطيت الكروفيت رشة معدنوس وعشرة قارص رشة ملح ورشة فلفل اكحل، نسوتيهم على نار عالية مدة 3-4 دقائق مش اكثر، وهكا الكروفيت نتاعنا تكون حاضره. انا اليوم اخترت باش نعمل كروفيت، بالطبيعه نجمو نعملو لحم نعملو دجاج نعملو مرقاز، والا كان ما عندكش هذا وما تحبش تعمل هذايا نقترح عليكم مع سلطه مشويه نعملو سلطه ام كحوري، عملتها معكم برشا مرات في بلاصه السلطه هذيك اللي عملتها بالافوكا نعملو سلطه تونسيه وكعيب عظم ونحلو حكتن وهكاك نعملو صحين تونسي قمقوم. هنا الكروفيت كما قلت لكم فيسع فيسع ما تيب، ديجا على ذاك خليتها اخر وقت، هنا هاي كتبت حطيتها في صحن التقديم هكا هاو، اللهم اقدمها ناعمه واحفظها من الزوال. هذا هو شقان فطري، هذيك الشوربه اللي قلت لكم عندي جوست سخنتها، هذايا طاجين كبده، عملت سلطه غله سلطه فروي خاتيك ما موجوده كل ليله نعملها سلطه فروي، كما لاحظتوا سنين ما عملتش حلو دونك ناكلو غله ناكلوها هكاك فريشكه ولا نعمل سلطه. وصحن الدويده ذاك اول صحن تحط فوق الطاوله بالطبيعه باش نكملو ناكلوه، وسلطه خضراء وسلطه مشويه اللهم اقدمها ناعمه واحفظها من الزوال. بالطبيعه الكروفيت زيت اللي عملتها سوتي معاكم، هذا هو اقتراحي لليوم، هذا هو شقان فطري، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكون حصلت الاضافه. وتو مقعد لي كان نقول لكم ان شاء الله نلقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي، وشهيه طيبه.